إلى ذلك أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر عام 2018 للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للمملكة. جاء ذلك خلال ترأس معالي الوزير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية والمنعقد بإمارات دبي. أصحاب المعالي والسعادة، تحت شعار إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية، انطلقت أعمال المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي وبالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وفود عربية ودولية واسعة، كان من ضمنها وفد لمملكة البحرين ترأسه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والذي استعرض خلال جلسات المؤتمر تجربة مملكة البحرين حول برنامج التوازن المالي بمبادراته. وقد أشار معاليه خلال استعراضه إلى أن الأثر السنوي المتوقع لتلك المبادرات يبلغ 800 مليون دينار بحريني. هذا المنتدى يمثل لقاء بين أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة أهم التطورات بما يتعلق السياسة المالية والسياسة النقدية، وهي فرصة في الواقع للاستماع إلى تجارب الدول العربية، وأيضا بالنسبة لنا في البحر في مملكة البحرين نتكلم عن تجربتنا، وخاصة في الفترة الأخيرة اللي قامت فيها الحكومة بإجراء برنامج التوازن المالي، واللي يعني رسم سياسة المالية للسنوات الأربع القادمة، وفيها تجربة ثرية في الواقع في كيفية معالجة الحكومة الموقرة على التحديات اللي واجهتنا في الفترة الماضية من خلال التعامل مع العجز في الميزانية والحفاظ على معدل النمو الاقتصادي. رئيس وفد مملكة البحرين معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وخلال مشاركته في هذا المنتدى الدولي الهام، أكد على أن النتائج الأولية تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي، وأن هذه النتائج تأتي لتؤكد على نهج المملكة في المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن، الذي يعد الهدف الأساسي للبرامج المالية والاقتصادية. قدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الواقع هذه التجربة أمام الحضور، التي لاقت يعني استحسان المشاركين في هذا المؤتمر، وأيضا صارت لنا فرصة الالتقاء مع سعادة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، والتي سعينا من خلالها لإطلاعها على آخر التطورات بالنسبة للجهود اللي بذلتها الحكومة في الفترة الأخيرة لمعالجة الأوضاع المالية ووضع السياسات المناسبة لمعالجة كافة التحديات اللي تواجهنا. وهذا طبعا جزء أساسي من عملنا، لأن احنا جزء من منظومة صندوق النقد الدولي، ولدينا برنامج مستمر معاهم ونتشاور معاهم في ما يتعلق بالسياسة المالية والسياسة النقدية. 35 شخصية من صناع القرار والسياسات المالية على مستوى العالم اجتمعوا هنا اليوم في منتدى المالية العامة في الدول العربية، هذا المنتدى الدولي الهام الذي يستعرض ويناقش عصارة الفكر المالي وخلاصة التجارب والسياسات الاقتصادية وما يدور حولها من تحديات إقليمية ودولية، تتشارك في طرحها واستعراض حلولها عشرات الوفود الإقليمية والدولية، ومن بينها وفد مملكة البحرين للقمة العالمية للحكومات 2019، والذي يترأسه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشارك فيه كل من سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيد حمد فيصل المالكي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، وسعادة السيد سامي محمد حميد القائم بأعمال الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي.
من مقر انعقاد القمة في دبي، يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.